وإن شاء الله هيتم إزالة كل التكدسات اللي موجودة، وإن شاء الله ننفذ المسار بتاعه. ده خط السكة الحديد يا فندم. سيادتك عشان ننفذ نستكمل المحور هنعمل القطاع الثالث، ده بياخد يا فندم من شارع العشريني بيكمل لشارع سكة البترول، ده طوله 2 كيلو برضه يا فندم. ادي القطاع الحالي اللي موجود، 2 حارة مرورية بالإضافة لحارة تهدئة، وفي 4 حارة مرورية في الاتجاه الثاني. احنا إن شاء الله يا فندم هنعدل الكلام ده ونوصل لست حارة مرورية لكل اتجاه إن شاء الله. القطاع الرابع المنطقة الأخيرة فندم اللي بنربط فيها مع محور الفريق عرابي، دي طولها 0.5 كيلو. اللي بعده ده شكل الحركة المرورية، برضو هنا في اختناق مروري في طريق 4 حارات، وعشان برضو فندم سيادتك لما عرضنا الطريق ده سيادتك أمرت ان احنا نشوف حل آخر ان احنا نخلي الطريق مكمل كله عشان نقلل ازالات المنشآت، فخدنا الطريق ده في اتجاه اللي داخل عين شمس والمطريه، وده سيادتك اتجاه عكسي عشان ما نزودش المنشآت اللي بيتم ازالتها وصولا للميدان، وبدايه بقى سيادتك بمحور الفريق العرابي. ان شاء الله هيبقى كل اتجاه 4 حارات. طب احنا فندم لما كان عندنا 8 حارات مرورية لكل اتجاه كان يصعب ان احنا نقول للسكان مع التكدس الكبير جدا اللي موجود عدوا الطريق، سيادتك امرت ويمكن ده توجيه خلاص احنا سيادتك وجهت بيه ان جميع الطرق الجديدة من بدايتها بالتكلفة المالية هنحط فيها الكباري المشاة. احنا سيادتك مخططين ان يبقى موجود على المسار ده 5 كوبري مشاة، ويمكن احنا عاملين متفاوتين المسافات طبقا للتكدسات السكانية والحركة اللي بتتم، يعني في فرق 430 متر، في فرق 470 وهكذا. ان شاء الله التطوير داخل فيه انشاء الكباري. اللي بعده ده فندم فيلم بسيط كده، ده الوضع اللي كان قبل التطوير. معلش مع احترامي للموجودين، ويمكن احنا مرتبين دايما مع محافظة القاهرة بقى ان احنا الكلام ده يتعدل وربنا يسهل ان شاء الله ما نعدلوش تاني بامر الله. طبعا بعد التطوير السكان نفسهم بيحافظوا على المكان اللي بيشتغلوا فيه او بيعيشوا فيه. يمكن الطرق اللي هي تم تنفيذها خلال الفترة اللي فاتت انا اعتقد انها متحافظ عليها. ده الشكل يا فندم بعد التطوير، دي الاعمال اللي اتعملت عشان تساعد المنطقه وتحسن الصوره الجماليه للواجهه للمنطقه. ده الوضع الحالي دلوقتي يا فندم. بالاضافه فندم للمحور الجديد اللي احنا هننفذه سيادتك اديت توجيه ان احنا ندرس المنطقه بتاعه شجره مريم، واحنا بالفعل بدانا نرفع فيها مساحي. هي فندم الموضوع كله ان في شارع المطراوي ده شارع ضيق وموجود عليه كل الاثار القبطيه اللي موجوده هنا، احنا بدانا نرفع المسار ده والمنطقه كلها ان شاء الله هتبقى جاهزه في خلال ان شاء الله 15 او 20 يوم تتعرض على سيادتك. دي سيادتك المنطقة اللي فيها الكنيسة الكاثوليكية، وفي هنا بئر شجرة مريم، ده شارع المطراوة يا فندم اللي فيه اللي داخل التطوير ان شاء الله، وده المحور الشبرا بنها اللي احنا بنفتتحه النهاردة. دي المنطقة الحالية يا فندم، ان شاء الله كل الكلام ده داخل في التطوير بأمر الله تعالى ونعرضه على سيادتك. ده الوضع الحالي يا فندم للمنطقة. دي يا فندم البير بتاع مريم، ودي شجرة مريم، ودي المحكة اللي هو متسجل فيه رحلة العائلة المقدسة. إن شاء الله كل المنطقة إن شاء الله داخلة تطوير بنجهزها ونعرضها على سيادتك إن شاء الله. أي أمر يا فندم؟ لا رجع لي ارجع. الفيلم.
حلو. لا بس كده، انا الاول عايز اقول ملحوظه عامه كده في اللي وهاب اتكلم على الازالات. اوعى تتصوروا ان احنا هنعمل حاجه نزيل ونسيب الناس، لا احنا بناخد الناس نوديها تسكن في اماكن تليق بيها، مش بنقول لهم يلا نتحرك من هنا وكده، لا لا لا. اي ازاله بتتم عشان المنفعه العامه زي اللي انتم شايفينها كده ما بتكونش على حساب الناس، ولا يا دكتور مصطفى؟ انا بس باكدها عشان ما حدش يحاول واحنا بنتكلم في الموضوع دوت يشتغل على الناس ويقول لك هيودكوا فين. لا لا لا، اي حاجه هنشيلها او اي ساكن موجود على في بيت بيتم ازالته بيروح في مكان تاني محترم ليه حد ملكيه بنعوضه. الكلام ده كلام ثوابت احنا بنعملها، المفروض ما اقولها لكمش، لكن بكررها عشان عارف ان في ناس موجوده يعني كل هدفها ان هي دايما تشكككم وتخوفكم وتقول لكم كلام يعني زي ما بيقولوا كده يعني بيصطادوا في المايه العكره. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه انا عايز اقول لكم ان احنا لما جينا اتحركنا وبدانا في الخطه ديت، خطه شرق العاصمه بالكامل، كل الناس قالك بيعمل الكلام ده لصالح مصر الجديده ومدينه مصر. انا عايز اقول لا، مفيش كلام من ده، في حاجه لصالح الناس. الناس الحركه اللي موجوده على الكتله دي يوميا 2-3 مليون سياره في اليوم. انا مش احنا بنرحمهم بحركه كويسه سهله اقل تكلفه في الوقت وفي الوقود اللي بيستعملوه كده. فيعني ما بنعملش اجراء الا في اطار خطه متكامله للدوله لمعالجه اثار، يعني اثار صعبه، مش هقول ثابت ولا كلام اللي كده. يعني انا بس عايز اقول اللي انتوا بتشوفوه ده زي الصور اللي فاتت واللي ممكن تكونوا شايفينها كده، بقولها للاعلام وبقولها للمواطنين، هو ده الحال، هو ده الحال. نصلحه ولا نسيبه؟ نصلحه. طب نصلحه على حساب الناس ولا على حساب الدولة اللي هي الدولة في الآخر شعب مصر؟ يعني التمن اللي بيدفع ده بيتحمله الشعب المصري كله. طب بيهمني هنا اقول ايه؟ اقول حاجه واحده بس. انا دايما اقول لكم ايه؟ براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى انا بقول لكم، طب انا بشكر المصريين. مش هم قعدوا الكم اسبوع اللي فات يعني يولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبه اللي احنا بنعملها. اللي احنا ايه؟ ما احنا يا نعمل يا نسكت. نسكت تشوفوا المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا. ما نسكتش ونعمل ونصلح هيبقى في ظروف صعبه. فهم بيختاروا الظروف الصعبه عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، لا والله، هو رهان عليكم ان انتم يعني متفاهمين اللي بيتعمل ومقدرين وبتتحملوا، وانا بقول انتم بتتحملوا. وبالمناسبه انا هو اللي بيتعمل مش بيكم انتم، هو اللي بيتعمل في مصر. هي الدوله حاجه وشعبها حاجه تاني؟ لا لا، الشعب والدوله حاجه واحده، ومحدش يدخل بينا ومحدش هيقدر يدخل بينا. احنا بنجري وبنعمل نصلح ده، وزي ما قلت كده رهاني على الناس. والحمد لله رب العالمين خلال السنين اللي فاتت كلها كان الرهان دايما هيبقى كسبان. طب كسبان ليه؟ لسببين. السبب الاولاني ان احنا بنصلح في الارض ولا بنفسد؟ لو بفسد في الارض ابقى خايف، لان مش هيبقى معايا ربنا. ربنا يعني انا كده بشتغل ضده سبحانه. لا، احنا بنعمل اصلاح ان شاء الله. النقطة الثانية
ان الناس محدش يقدر يخدعها بالكلام، حتى لو هو تعبان، حتى لو هو تعبان. يبقى حاجتين احنا بنراهن عليهم، ان احنا ماشيين في مسار اصلاح وبناء وتنمية وتعمير، وهنفضل كده على طول لان بلدنا تحتاج كده، ثم ان الناس متفاهمة ده وبتتحمل تكلفته. هو الاصلاح الاقتصادي كان سهل وكل الناس عانت منه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عدينا منه وحققنا انجازات. عايز اقول لكم الدنيا كلها بتتكلم عليها، احنا بفضل الله. بقول تاني بفضل الله عشان بس الناس الدنيا كلها بتقول يعني مصر بسم الله ما شاء الله، ازاي في كل الظروف دي، كورونا واللي بيحصل في العالم والاقتصاد المتعسر وحركة السياحة اللي توقفت والحركة التجارة الدولية اللي تأثرت والاقتصاد العالمي تأثر، ومصر ما زالت بفضل الله بخير، بخير عشان ربنا وبخير عشان شعبها متحمل، وهم اللي هم عايزين يشتغلوا عليه على طول عشانكم، لان هو طول ما في استقرار هنعرف نعمل كده. المجمع اللي احنا نفتتحه بتاع مستورد ده بدأ سنة كام؟ بدايته سنة كام؟ ها؟ انا بس كنت حاسب هم يقولوا دي بدأ امتى وتوقف نتيجة احداث 2011، توقف نتيجة ايه؟ احداث 2011. يعني مجمع زي كده هتعرفوا دلوقتي لما بيتعرض علينا حجم الفوائد اللي بتعود على مصر في مجال السولار والبنزين وبنزين الطيارات وحاجات اخرى كثيرة جدا بينتجها، توقفت ما يقرب من 10 سنين عشان حالة عدم الاستقرار، مش كده؟ ولا ارجو ان انتوا تبقوا تقولوا كلمتين دول عشان الناس تبقى فاهمة ليه هم عايزين ان انتوا تتحركوا. طب بيحركك بايه؟ بيقول لك اتحرك هدي بلدك. لا ما بيقولكش كده، بيقول لك شوف دافع عن نفسك، بيظلموك، واخدين حقك، مضيعينكوا، الفقر، تتحرك انت تقوم تكمل عليها وتهدها. هي الحكايه كده، وبقولها لكم تاني كتير ليه؟ لان انا قلت على نفسي من اول ما توليت المسؤوليه وقبل كده حتى، قلت ان وعينا هو دلوقتي السلاح الماضي ضد كل الافكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدوله المصريه. تاني، المجمع اللي احنا بنفتتحه النهارده ده اتاخر 10 سنين تقريبا عشان احداث 2011 كانت من ضمن الاسباب، وحرمت الدوله من مكتسبات اقتصاديه كبيره جدا جدا نتيجه الحاله ديت. تصوروا ان الكلام ده، انا مش عايز بس اضيع وقتكم عشان ادي فرصه للزملاء يتكلموا، عايز اقول لكم ان مشاريع كتير جدا في الدوله حصلت لها يا انهيار وتوقف يعني، او ان هي دخلت في مرحله خساره وبقت النهارده خارج قدرات او خارج يعني اتخصمت من الناتج المحلي بتاع الدوله، بقتش تشتغل وبقت اصحابها عندهم فلوس متراكمة في البنوك، وده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، بنحاول نحل المسألة ونشيل ولا يا دكتور مصطفى مش كده؟ بنشيل لما قلنا 100 مليار جنيه للموضوع، كان من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا نعوض الناس ديت اللي هي توقفت نتيجة الاحداث عدم الاستقرار. شوفوا تاني بقولها لكل المصريين وبقولها للإعلاميين وبقولها للمثقفين والمفكرين والسياسيين وللبرلمان الحالي والبرلمان القادم ومجلس الشورى ان شاء الله، كل حاجه مبنيه في العالم وفي مصر على انك انت تحقق الاستقرار والامن. عملته هيجي لك المستثمرين ويقول لك نشتغل في مصر، البلد دي مستقره ونقدر نحط فيها مشاريع، مش مستقره ما نقدرش، وتفضل عجله الانهيار جوه الدوله تستمر عشرات السنين، عشرات السنين. بدل ما انا قلت النهارده اتكلمت على قطاع السياحه واتكلمت على العماله غير منتظمه يا دكتور مصطفى، احنا مش كنا مش ادينا 3 شهور؟ طب انتوا هتكملوا لاخر السنه ولا ايه؟ هو
لا مش أوامر، الناس ظروفها صعبة. فإذا كان كده نكمل الخمس، مش 500؟ أي فندم 500 جنيه في الشهر للعمالة الغير منتظمة. طيب نكمل، وحتى لو في طلبات جديدة نشوفها. حاضر يعني ما هو القطاع السياحة برضو لسه ما قامش. حاضر يا فندم. وفي قطاعات كتير ما اتعملتش، فنتحرك. حاضر يا فندم. مش عايز أطول عليك، لكن عايز أقول كمان بالمرة مادام اتكلمنا، أنتوا النهاردة قلنا اشتراطات البناء مش كده؟ والدنيا واقفة، فده مش المصلحة، لأن ده في كل الجمهورية احنا هناخد 6 شهور كتير. فلو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها على الناس، والمسار الجديد اللي هيتم بيه اللي هو ازاي هننظم عملية البناء في مصر بالشكل الجديد عشان تتحرك الدنيا. وعايز اقول للناس لما قلنا اشتراطات بناء جديدة ومنظومة جديدة يبقى ده معناه كان عندنا عيب في النظام، مش كده يا دكتور مصطفى؟ عيب في النظام يعني ايه؟ عيب في النظام خلى الدنيا كده، بصوا كده. واقدر اقول لكم ان كتير من بلدنا بالطريقه ديت. ليه؟ لان النظام اللي كان موجود قبل كده في موضوع تنظيم البنى في مصر كان محتاج يتطور. انا بقول كلام مهذب، محتاج يتطور. انما فارجو ان احنا دكتور مصطفى نخلص ده برضو من ضمن الحاجات اللي اتفضل استريح. في حاجه ثانيه اهاب؟ استاذ سيادتك في افتتاح المحور يا فندم. طب اتفضل. اتفضل. المحور التجنيد شبرا بنها فندم، السيد هشام كمال خشبه سكرتير عام محافظه القليوبيه، والمقدم محمد مصطفى كمال الدين المشرف على المشروع. اي عمر يا فندم. شكرا جزيلا. اي عمر يا فندم. شكرا. ونشاهد الان فيلما تسجيليا عن الشركة المصرية للتكرير بعنوان الطاقة تنمية وحياة من انتاج ادارة الشؤون المعنوية. المنتجات البترولية عصب الحياة وأحد أهم شرايينها التنموية. على مدى قرن من الزمن أدركت مصر قيمة أن تبني كبرى المعامل الصناعية لتكرير البترول، لكن إنتاج هذه القلاع الصناعية أصبح لا يكفي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المحروقات، فأصبحت مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للمنتجات البترولية في ظل أوضاع اقتصادية عانت فيها من نقص الاستثمار في مشروعات التكرير. بدا الأمر وكأنه تحدي كبير، فكان لابد من صيغة مثالية لتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة عبر تأمين كافة مدخلات الإنتاج لتغطية الاستهلاك المتزايد بالسوق المحلي، وبما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية المستقبلية. وها هي شمس المستقبل تشرق من جديد لتلقي الضوء على واحد من أكبر المشروعات الوطنية التي تواكب التطور وتصنع الحدث بتقنية فريدة. الشركة المصرية للتكرير قصة من كثير من قصص النجاح لقطاع البترول المصري، كنموذج مثالي للتعاون بين القطاعين الحكومي
والخاص. تحدد هدف الشركة الأساسي في خفض الواردات المصرية من السولار بنسبة 30-40% وتوفير 4,750,000 طن من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة. ومن هنا تم استغلال فائض الإنتاج من المازوت ليتم تحويله إلى منتجات بترولية باستخدام أحدث تكنولوجيا وهي التكسير عن طريق الهيدروجين. واختير للشركة موقعها الاستراتيجي الفريد على مساحة 350,000 متر مربع بمنطقة مسترد الواقعة على بعد 10 كيلومترات شمال شرق القاهرة. كان مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير منذ انطلاق فكرته عام 2006 بمثابة حلم تنموي كبير تنعقد عليه الآمال الوطنية لتحقيق طفرة محلية في مجال المنتجات البترولية، إذ صنف المشروع كواحد من أكبر صفقات تمويل المشروعات في القارة الإفريقية. ودعم نجاح المشروع قيام الشركة المصرية للتكرير بتوقيع اتفاقية شراء لمدة 25 عاماً مع الهيئة المصرية للبترول، وذلك لبيع منتجاتها البترولية بأسعار عالمية لسد فجوة الاستيراد الحالية في مصر، وبما يحقق آليات التمويل دون أدنى عبء على خزانة الدولة. كاد هذا الحلم أن يتعثر جراء ما شهدته مصر من أحداث داخلية بلغت ذروتها بدءا من عام 2011، تحدي تلو الآخر، ولكن الإرادة الوطنية أبت إلا أن تفي بما وعدت. هكذا واصل البناؤون العظام الليل بالنهار على مدار رحلة شاقة حتى اكتمل الحلم بإنشاء أكبر مجمع مصري من نوعه في مجال تكرير المنتجات البترولية. The country of Egypt is able to produce high quality products and fuels so that we become more self-reliant. We want to try to do so focusing on health, safety, environment. So again, as we become one of the best refineries, if not the best, in the world. قلعة وطنية ما كانت لتكتمل على هذا النحو الرائع دون جهد فريق عمل متكامل آمن بجدوى الأمل في مجابهة التحديات وتجاوز الأزمات. أحد هذه التحديات تمثل في نقل المعدات الثقيلة من ميناءي السخنة والأدبية إلى موقع الشركة في مسترد عبر رحلة شاقة استغرقت 100 يوم. وأخيرا تحقق الحلم وصارت الشركة المصرية للتكرير واقعا جديدا في مسترد. وسرعان ما تم تشغيل جميع وحدات المشروع في 22 سبتمبر عام 2019 ليتم توريد 3,500,000 طن من المنتجات البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. ويبقى التكامل هو العنوان الشامل لهذا الصرح الصناعي العملاق الذي يوفر استدامة التشغيل بموجب الاتفاق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تزويد المشروع ب6 مغذيات طاقة كهربائية بقدرة 66 كيلو فولت تتصل ب4 محطات فرعية تابعة لشبكة الكهرباء المحلية. ويظل الحفاظ على المعايير البيئية هدفا بذاته، إذ نجح المشروع في منع انبعاث 186,000 طن من غاز ثاني أكسيد الكبريت سنويا في هواء القاهرة الكبرى. ويعد ترشيد المياه أحد أهم الغايات على سلم أولويات الشركة، حيث يتم إعادة استخدام وتدوير المياه عبر دوائر تبريد مغلقة وصديقة للبيئة. كما تؤمن الشركة المصرية للتكرير هذا الإنتاج الضخم والحيوي ببيئة عمل آمنة، وتنفذ سياسة حادة وصارمة في مجال الحماية والسلامة والصحة المهنية. And I'm very proud to be part of this refinery start of the art project. Really it's not a project anymore, it's a reality because you are in production now. I'm part of the team
and responsible for the health, safety and environment. So being a manager for these areas, I can say that we already implement all the best world practice in safety, in environment and also in health. So really it's a project that makes all of us proud to work for Egyptians. طاقة أمل جديدة ما كانت لتتحقق إلا بقلعة صناعية أمكنها أن توفر 18,000 فرصة عمل جديدة أثناء مراحل الإنشاء، منها 1,800 فرصة عمل لأبناء مسترد وحدها، إلى جانب 1,200 فرصة عمل مستدامة تشكل إجمالي العاملين الحاليين بالمشروع. ونجحت شركة القلعة في إقامة مشروعات جديدة وتحويل شركة محلية قائمة إلى كيانات رائدة على الساحة الإقليمية. نقلة تنموية تضاف إلى كبرى مشروعاتنا القومية. أفق جديد وحياة جديدة يعزز من رصيد الصناعة المصرية عبر واحدة من أهم آليات تحقيق رؤية مصر التنموية المستدامة 2030. الشركة المصرية للتكرير قلعة صناعية صاعدة تليق بنهضة مصرية واعدة. إن الطلب على المنتجات البترولية يزداد يوما بعد يوم، ومن هنا كانت رؤية القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لإنشاء أكبر المشروعات القومية في هذا المجال، أكبر مجمع في مجال تكرير المنتجات البترولية. يحدثنا عن الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم، في بداية كلمتي أود أن أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري لسيادتكم على تشريفكم لنا اليوم، والذي يعد دفعة معنوية لي ولكل العاملين في مشروع الشركة المصرية للتكرير. ولولا دعم سيادتكم المستمر لنا من خلال الحكومات المتعاقبة لإقامة هذا المشروع ما كان له أن يرى النور، علاوة على أنه من غير إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة لكسب ثقة المستثمرين والممولين ما كان لنا أن نمول احتياجاتنا لإنشاء هذا المشروع الذي أصبح منارة لمنطقة مسترد شرق شبرا والخصوص. فتحسنت العملية التعليمية وتحققت السيولة المرورية وأصبح المظهر حضري، هذا بفضل مجهودات سيادتكم في تحسين البنية التحتية في مصر التي أصبحت تضاهي دول العالم المتقدم. الحضور الكريم، إن الفكرة الأساسية لمشروع الشركة المصرية للتكرير التي هي إحدى شركات شركة القلعة القابضة المتخصصة في الاستثمارات بأنواعها هو تكسير المازوت منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية القيمة مثل السولار والبنزين ووقود النفاثات والبوتاجاز. وبهذا يكون قد ساهم هذا المشروع في تقليل استيراد المنتجات البترولية وتوفير العملة الأجنبية للدولة بما يقرب من 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا. ويستهلك المشروع من المازوت 3.5 مليون طن و 1.2 مليون طن خام بترول، ويقوم بإنتاج 2.3 مليون طن سولار و 860 ألف طن بنزين عالي الأكتين والنفطة و 80 ألف طن بوتاجاز و 600 ألف طن وقود نفاثات. كما يمكننا تحويل وقود النفاثات إلى سولار كما يتم بالفعل الآن لتزيد كمية السولار بمقدار 600 ألف طن. سيادة الرئيس، بحمد الله لي الفخر أن شركة القلعة القابضة للاستثمارات اكتسبت خبراتها من خلال إنشاء وتأسيس
43 شركة بالإضافة إلى 39 شركة أخرى قامت بشرائها وتطويرها، علاوة على 6 شركات أسستها، وهو ما ساهم في نجاحنا في تدبير رأس المال والتمويل لإنشاء هذا المشروع بإجمالي 4.3 مليار دولار في ظروف عالمية ومحلية صعبة. وكان لابد أن تشترك العديد من المؤسسات المالية في ضخ استثمارات وقروض لمشروع بهذا الحجم، والتي بلغ عددها 35 مؤسسة عالمية من دول اليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى 5 مؤسسات محلية. أيضا لي الفخر أن الشركة المصرية للتكرير لها تأثير ملموس فيما يتعلق بالميزان التجاري لمصر، ولقد حملت الشركة على عاتقها كهدف أساسي لها المساهمة في تأمين تواجد المنتجات البترولية، تقليل احتمال حدوث أزمات وقود، والتغلب على تأخير وصول المنتجات المستوردة كنتيجة لسوء الأحوال الجوية أو تأخر الشاحنات لسبب ما. كما يعتبر هذا المشروع هو أكبر مشروع خاص في تاريخ قارة أفريقيا حتى الآن. كما أود أن أشير إلى أن الشركة المصرية للتكرير لها تأثير إيجابي على الوضع البيئي للمنطقة المحيطة، سواء في انخفاض الانبعاثات الضارة وتحويلها إلى فحم وكبريت من جهة، ومن جهة أخرى تحسين مواصفات السولار والبنزين المنتج ليطابق أحدث المواصفات العالمية. كما قمنا بالاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للشركة، وتحويل شركة القاهرة للتكرير لاستخدامه أيضا بدلا من المازوت. فخامة رئيس الجمهورية، إن الشركة المصرية للتكرير في مكانها هذا أثرت تأثيرا إيجابيا على حياة أهالي المنطقة المحيطة من خلال توفير 18,000 فرصة عمل أثناء مراحل الإنشاء، وإعطاء منح دراسية في أفضل الجامعات المصرية للطلبة المتفوقين دراسيا، ورفع كفاءة العملية التعليمية في المنطقة المحيطة بتوفير منح دراسية في الجامعة الأمريكية وكبرى الجامعات الحكومية والخاصة للمعلمين في مناطق شرق شبرا والخصوص ومسترود، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم المصرية. أيضا كان لنا دور مجتمعي بارز، حيث كانت أول قرارات مجلس إدارة الشركة رفع ميزانية الخدمة المجتمعية بإعداد مشروعات تقوم على تحسين الدخل ومساعدة المرأة المعيلة في المنطقة. إن هذا المشروع هو مثال للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ولقد استفدنا كثيرا من خبرات قطاع البترول المصري، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نستكمل الطريق الذي بدأناه لما فيه الصالح للبلاد. الحضور الكريم، لم يكن بالسهل إنشاء هذا المشروع، لقد واجهنا مصاعب جمة. فعلى سبيل المثال، زمن توقيت إنشاء هذا المشروع أزمة مالية عالمية وأوضاع صعبة إقليميا ومحليا على ضوء ما يسمى بالربيع العربي. نقل معدات بأحجام ضخمة من كوريا واليابان إلى مسترد كان أمرا ليس بالهين. تمويل مثل هذا المشروع صعبا ويدرس في جامعتي هارفارد وستانفورد. إبرام العقود ومتابعة تنفيذها في غاية الدقة. توفير ضمانات القروض الممنوحة إلى شركة خاصة دون تحميل الدولة عبء أمر في غاية التعقيد. كان لدينا حلم وحفرنا في الصخر ووصلنا إلى قدر كبير من النجاح، ولكن تحديات التجويد مستمرة وسنواجهها بلا هوادة وإصرار وعزيمة بإذن الله. سيادة الرئيس، نحن نعمل من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون معها. فمنذ 3 سنوات كان استيراد مصر للسولار 6 مليون طن. أما بالقريب العاجل إن شاء الله سنرى خطة وزارة البترول ونحن جزء منها تأتي بثمارها، أن تكون مصر مكتفية ذاتيا من منتجات الطاقة السائلة. لدينا في شركة القلعة القابضة للاستثمارات أفكار ومشروعات نريد تنفيذها، ولدينا القدرة والإرادة والرغبة القوية للاستثمار في مصر. فنموذج الشركة المصرية للتكرير خير مثال بأن القطاع الخاص الوطني لديه رغبة حقيقية في المساهمة في عملية البناء غير المسبوقة التي تشهدها مصر الآن، وأن يكون له دوره المكمل لما تقوم به الدولة من إنجازات. سيادة الرئيس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ناجح بامتياز،
والاستثمارات التي تمت في البنية التحتية وفي قطاع البترول والكهرباء والنقل تمثل الأرضية الخصبة التي يمكن الانطلاق منها. فلا أحد ينكر أنه تم حل العديد من الإشكاليات التي استمرت لعشرات السنين، مما يوضح قدرة ومهارة صانع قرار السياسي على اتخاذ القرار الصائب في التوقيت المناسب. لذا فإن ثقتنا كقطاع خاص في الاقتصاد المصري كبيرة جداً، ولهذا أشجع المؤسسات الاستثمارية الحاضرة معنا اليوم على تمويل استثمارات جديدة في مجالات عديدة بمصر، وأؤكد أن رغبتنا في الاستثمار في مصر وأفريقيا صادقة، وأن هناك العديد من الفرص الواعدة. الحضور الكريم، أود في النهاية أن أشكر بناة هذا المشروع، شركتي جي أس الكورية وميتسوي اليابانية، وشركات الهيئة بتروجيت وإن بي وإيبروم، وشركات أوراسكوم وحسن علام وأريسكو. وأريد أن أشكر أيضاً الممولين من دول اليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعض دول الخليج، والمساهمين وعلى رأسهم هيئة البترول التي بدون التعاون الوثيق بينها وبين شركة القلعة القابضة للاستثمارات لما استطعنا الوصول إلى ما نحن بصدده الآن. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اسمح لي سيادتكم أن أتوجه بالشكر للسيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي كان لدعمه المستمر دفعة لنا إلى الأمام في ظل وجود حكومة رشيدة. كما لا يفوتني توجيه خالص الشكر والتقدير للسيد المهندس شريف إسماعيل الذي مكننا من استكمال المشروع في فترة صعبة أثناء توليه وزارة البترول ثم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة الرئيس، لعلي أجد هذه الفرصة ملائمة لكي أقول لسيادتكم: سر بعون الله، فإن ما قمتم به من إنجازات منذ توليكم المسؤولية حتى الآن هو نجاح غير مسبوق ومقدر لدى الجميع، رغم أنف الحاقدين الذين يعملون على عرقلة مسيرة البناء والتنمية. فلن ينالوا من عزيمة الشعب المصري، وإن كل هذا لن يزيده إلا إصراراً وتحدي حتى نرى مصر في مقدمة الأمم. كما أعاهد سيادتكم أن إسهامنا في مشروع الشركة المصرية للتكرير لن يكون الأخير، فلدينا إسهامات أخرى سيكون لها تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد المصري وسيكون أسرع في أثاره إن شاء الله. هذا بالإضافة إلى مشروع توسعة الشركة المصرية للتكرير بمساهمة الدولة بعد الانتهاء من دراسته وبعد تصديق سيادتكم. ولتحيا مصر حرة أبية تحت قيادتكم الرشيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مصر الجديدة تتبنى المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، فالحق في الحياة، في المسكن، في الصحة، في التعليم وغيره من الحقوق تؤمن بها الدولة المصرية وتضعها في صدر أولوياتها. نشاهد الآن فيلماً تسجيلياً عن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. نهاجم أو ندافع من وجهة نظرنا، من خلال ثقافتنا، تعليمنا ومجتمعاتنا، وبننسى إننا مختلفين في ظروفنا، في ترتيب أولوياتنا. ولما نتكلم عن حقوق الإنسان في بلد كبيرة زي مصر بشعبها وأحلامهم ومتطلباتهم، لازم في الأول نحط نفسنا مكانهم، نشوف ظروفهم بعينيهم ونسمع مشاكلهم بودانهم. ساعتها بس هنعرف إزاي نساعدهم. وإحنا قبل ما نشوف حقوق الإنسان قوانين مكتوبة على ورق، بنشوفها مبادئ للإنسانية. بنحترمها وبنسعى ليها بكل طاقتنا. 100 مليون إنسان لما تشوف بعينيهم هتعرف إن أمنهم واستقرار بلدهم هو حق من أهم حقوقهم. 100 مليون عايزين يعيشوا في بلدهم بكرامة، يشتغلوا، يتعلموا، يعلموا أولادهم. الإنسانية هي إنك تشعر بمعاناة ناس كانت هي دي حياتهم. حياة
حياة غير أدمية، معرضة كل يوم للخطر. وقفنا وقلنا لا، حياة كريمة وبيت محترم حق من حقوق الإنسان، وابتدينا نبني مدن سكنية جديدة. فيها كل الخدمات ومجهزة بالكامل بكل أساسيات الحياة الكريمة. ونقلنا فيها آلاف من الأسر من سكان المناطق العشوائية الغير آمنة. وتغيرت مش بس حياة الآلاف، لكن مستقبل شباب وأطفال كتير. ولأن العدالة الاجتماعية حق من حقوق كل مصري، عملنا برامج التكافل الاجتماعي في مجالات مختلفة بيضمن حماية ورعاية وتنمية لكل مواطن مهما كانت ظروفه، عشان يقدر يعيش في بلده بكرامة. الإنسانية هي اللي هتخليك لما تسمع مريض يتألم تجري وتساعده من غير ما تهتم باسمه أو حتى مكانته. ومن سنين شفنا المرض بينتشر وقلنا ما ينفعش نسد ودن عن وجعه. 100 مليون إنسان الرعاية الصحية ليهم والأولادهم حق من حقوقهم. وابتدينا بحملات واسعة للكشف والعلاج المجاني للأمراض المستوطنة، حملات واسعة للأطفال في المدارس، اتفاقيات مع المستشفيات الكبيرة للجراحات العاجلة للمرضى الغير قادرين للقضاء على قوائم الانتظار. وابتدينا بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات، واللي بتتحمل فيه الدولة تكلفة العلاج بالكامل للمواطن غير القادر. الإنسان اللي بيقدر يقدم أقصى ما عنده عشان يساعد غيره ويشتغل ويحقق طموحه ويفرح معاه لنجاحه. وإحنا بكل طاقتنا بنشتغل عشان نوفر لكل شبابنا فرص شغل حقيقية. من خلال دعمنا الفعال للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فرصة عمل هي حق من حقوق الإنسان. ممكن توقف لو سمحت كده؟ أنا قلت لكم مرة قبل كده هم بيقولوا التغيير، وأنا بقول لكم ده وجه بيقدموا للناس، لكن الوجه الحقيقي اللي هم عايزين يوصلوا له اللي انتوا بتشوفوه قدامكم ده تدمير الناس وتدمير الدول بدعاوي كاذبة زائفة بتزييف الوعي. هتقول لي انت هتفضل تتكلم في الموضوع ده على طول؟ هفضل اتكلم في الموضوع ده على طول، طول ما انا موجود في مكاني، عشان يبقى عملت اللي عليا كإنسان مسؤول شايف الخراب اللي هم بيعملوه في العالم وبيعملوه في الدول، ويحولوا ملايين من السكان اللي عايشين الى يعني لاجئين، ويخربوا الدول ويقولوا لهم احنا هنجيب لكم الدولة اللي هم بيقولوا عليها ما يصحش حتى ان انا اقولها دلوقتي. والله 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 لن تقوم دول حتى على منهج ديني حقيقي يكون أساسها مبني على خراب وتدمير كده. هذا الأمر ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا. ناس كانت عايشة مطمئنة مستقرة، نخربهم ونخليهم يمشوا ويسيبوا بلادهم يعيشوا في معسكرات، يقعدوا 10-15 سنة في معسكرات اللاجئين. طب يبقى النتيجة ايه للملايين اللي هتعيش؟ الطفل اللي كان عنده 10 سنين من 10 سنين عايش في معسكرات للاجئين نتيجة الحالة ديت، ودلوقتي بقى عنده 20 سنة، هيبقى ايه؟ هيشتغل ايه؟ عارفين هيشتغل ايه؟ يروحوا يشتغلوا في ليبيا. يروحوا ايه؟ يشتغلوا في ليبيا، ولو انتم ما خليتوش ببالكم يجوا يشتغلوا في مصر. يعني ايه يشتغلوا في مصر؟ يعني يدمروا مصر.
الموضوع كبير قوي، مش على قد انك انت تبقى في ظروف اقتصادية صعبة ولا في معاناة للناس. طب ما للناس دي كانت قبل كده كانت بتعاني، ممكن المعاناة اللي قبل كده هي المعاناة بتاعت دي، ولا دي اكتر؟ دي اكتر. وعشان كده بقول للإعلام تاني وتالت ورابع، انتم أداة التنوير الحقيقية لفهم الناس ووعيها. وبقول للتعليم سواء كان التعليم الأساسي أو الجامعي، أنتم الأساس الحقيقي في بناء فهم حقيقي لأولادنا وبناتنا في كل مراحل التعليم. حصنوا شبابنا، مش عشان حد، مش عشاني أنا، عشاننا إحنا. احموا أولادنا وبناتنا مش عشاني أنا ومش عشان الحكومة ديت، عشان إحنا، عشان بلدنا، عشان ناسنا تعيش ويبقى ليها مستقبل. كم دولة راحت كده وانتوا الوحيدين اللي ربنا ما أرادش كده؟ هو قال لأ، ربنا قال لأ، مصر لأ، وهتفضل مصر لأ، مصر لأ. ليه؟ هو حر بقى سبحانه يحميها ويعينها، يحميها ويعينها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا، وقبل ده كله فهمنا، نبقى فاهمين واعيين للحكاية. كم دولة كده هنا في منطقتنا؟ اشمعنى مصر يعني؟ بتكرر الكلام ده كتير؟ ايوه، ومش انا بس اللي اكرره، كلنا نكرره في مجلس الشعب وفي الحكومة وفي المحافظة وفي الجامعة وفي كل حتة وفي المسجد وفي الكنيسة، كله يتكلم على الحفاظ على الدولة، الحفاظ على الناس. البيوت اهي. طب انا هقول الخسائر اللي معلن عنها طبقا لتقرير الأمم المتحدة، طبقا لتقرير الأمم المتحدة. أنا مش هسمي الدولة أكيد، أنتوا عشان ما اكسرش ولا أجرح خواطر حد. 440 مليار دولار دول مش هيتصرفوا في التطوير، دول هيتصرفوا لإعادة الشيء لأصله اللي كان موجود من 10 سنين. أقول تاني الرقم اللي بتكلم عليه ده، ده احصائيات الامم المتحده، ان اعاده الشيء للي كان عليه من 10 سنين، انا اسف يعني، اللي لما بداوا في التخريب والتدمير تحت شعار التغيير طالبين 440 مليار دولار، مش موجودين ومش هيبقوا موجودين، وتفضل البلد دي 100 سنه 50 سنه. اصلا مش بالترميم، مش باصلاح الكلام ده، لا، إصلاح الشعب نفسه بمؤسساته بحاجات كتير قوي تتعمل. أنا معلش حبيت توقف قدام الجزء ده لأنه استفزني قوي واستثار مني إن إحنا اوعوا يا مصريين. طب يا مصريين بس لا، اوعوا يا أي حد بيسمعني في أي دولة يوصل بلده لكده، اوعى حد يوصل بلده للخراب والدمار والتدمير ده، اوعى تعملوا كده. اللي بيعمل كده خلي بالكم بقى، القائمين عليهم اللي هم بيدعوا للتدمير ده، انا عايز اقول لكم تاني وتالت، تفتكروا انتم مصلحين في الارض ولا مفسدين في الارض؟ مفسد ولا مصلح؟ اللي انا شايفه ده، ده اصلاح ولا افساد؟ لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقبل ده او يساعد. وعشان كده مصر بفضل الله سبحانه وتعالى هتفضل مصر. كمل لو سمحت. لما الخوف يملى المكان والابواب كلها تتقفل، هتلاقي مصر البلد اللي بتفتح ابوابها وترحب بكل ضيوفها، يعيشوا في وسطنا، يندمجوا في ثقافتنا، يتمتعوا بكل حقوقهم،
سكن، عمل، تعليم، زي أي مواطن مصري، لأن الحياة حق من حقوق الإنسان. الإنسان اللي بجد هو اللي بيحترم الاختلاف بين الناس، وهنا 100 مليون إنسان مختلفين لكن من حقهم يعيشوا في بلادهم متساويين. مختلفين في الدين ولينا نفس الحقوق، مختلفين في اللغة، في الثقافة، مختلفين في القدرات ولينا نفس الاحترام والمساواة، مختلفين في النوع ولينا نفس الفرص في الشغل والنجاح. وكل ما نستثمر في بكرة في شبابنا وأطفالنا بتعليم قوي ومناهج عالمية، نضمن جيل جديد يتعلم إزاي يحترم كل المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان. وعشان كده بدأنا خطط شاملة لتغيير التعليم في بلدنا، تطوير المناهج، عناية خاصة بالطلاب أصحاب القدرات الخاصة، تعليم متطور يواكب العالم، حق من حقوق كل المصريين، احترام حقوق الإنسان في مصر، واحترام للمبادئ الإنسانية لكل مواطن مصري. يمكن ما نقدرش نرجع عقارب الساعة لورا ونعوض اللي فات، لكن المستقبل هو مسؤوليتنا. تولي الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، ولذلك وضعت قضايا البيئة ضمن أولويات الأجندة الوطنية، مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية وأدى إلى تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق تحدثنا الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة البيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، بداية يسعدني ويشرفني أن أشارك اليوم في افتتاح أحد المشروعات القومية، وهو مجمع البترول بمسترد والخاص بالشركة المصرية للتكرير. اسمح لي فخامة السيد الرئيس أن أتحدث بلغة بسيطة كي يصل ما أقوله للمشاهدين. بداية، ما يشهده العالم اليوم من تغييرات سريعة وتحولات إقليمية وجذرية، أصبح الالتزام بأفضل الاشتراطات والمعايير البيئية أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد العناصر الأساسية الحاكمة للنمو الاقتصادي والنفاذ إلى الأسواق العالمية. والدليل على ذلك وجدنا مصطلحات جديدة تحفز للنمو الأخضر. هذه المصطلحات مثل الصفقة الأوروبية الخضراء أو التمويل الأخضر المستدام. وأخيراً في ظل جائحة كورونا جاءنا مصطلح جديد وهو التعافي الأخضر، بالإضافة إلى ما تم عرضه وهو تمويل هذا المشروع الضخم من بعض البنوك التنموية الدولية. وضعت هذه البنوك في أواخر 2019 بجانب الاشتراطات البيئية شرط مراعاة بعد تغير المناخ وخفض الانبعاثات لتمويل المشروعات، وهذا ما سوف أقوم بعرضه اليوم من التزام هذا المشروع بالمعايير البيئية الوطنية والدولية. اتخذت التوجهات العالمية والإقليمية للعمل البيئي محورين: محور الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية،
ليمشوا في المسارين معا، وهو ما تم على مستوى الدولة المصرية من خلال استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستراتيجية قطاع البيئة. إن الدعم غير المحدود من سيادتكم فخامة الرئيس أدى إلى تضاعف الاهتمام بقضايا البيئة في كافة محاور التنمية، وذلك لمواجهة تدهور الموارد الطبيعية واستنزافها والحد من التلوث والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصدي لآثار تغير المناخ، بجانب رفع الوعي البيئي لكافة الفئات لنتوجه إلى التنمية الاقتصادية الخضراء. الحقيقة إحنا هنا عملنا بكل جهد وعزم وبدفع من حضرتك عشان يحدث التكامل بين الطاقة والصناعة والبيئة. والحقيقة الموضوع ده تحدي كبير لسببين. السبب الأول إن معروف دائما إن قطاع الطاقة والصناعة بيضغط على الموارد الطبيعية ويستنزفها، والسبب الثاني إن هناك تحول تنموي سريع تشهده جمهورية مصر العربية، ودي بشهادة العالم كله. وبالتالي كنا محتاجين نشتغل أكتر على الأرض، نشتغل في اتجاهين: اتجاه نصلح ما تم من مشكلات بيئية في الماضي متراكمة يوم ورا يوم، وده اللي بنسميه التوافق البيئي، ونشتغل في مسار تاني ان احنا نحافظ على اللي موجود عندنا من موارد طبيعية ونعمل الحاجة من البداية صح. نفذنا لغاية دلوقتي 138 مشروع للتوافق البيئي. كان عدد المشروعات دي متقسمة على أكتر من مرحلة. المرحلة الأولى 36 مشروع في 25 منشأة صناعية بالقاهرة الكبرى بتكلفة ما يقرب من 328 مليون دولار. والمرحلة الثانية 102 مشروع في عدد 89 شركة بما يفوق 100 مليون يورو. وفي خلال الثلاث سنوات الماضية فقط نفذنا 16 مشروع في 13 منشأة صناعية، وهنجد هنا أن الاستثمارات عليت مع عدد المشروعات أنها أقل ل 211 مليون يورو. المشروعات دي الحقيقة بتتكلم على إزاي أغير الوقود داخل المصانع لاستخدام الوقود البديل، ما استخدمش الوقود المعتاد اللي بيسبب التلوث، إزاي أغير الفلاتر داخل المصنع، أعمل دوائر مغلقة عشان أعيد استخدام المية مرة أخرى، وده اللي بنسميه الحفاظ على الموارد الطبيعية، واللي المصنع نفسه بيستفيد لأنه هو بيصرف أقل في العملية الإنتاجية، بجانب وحدات استرجاع المذيبات. ومشروعات دي اتعملت مع قطاع الأعمال العام، مع الصناعة، مع قطاع البترول وقطاع الطاقة. النهاردة أنا حابة أن أنا أتكلم وأركز على قطاع البترول وبعض الأمثلة اللي بدأنا فيها وهنكمل لأن المشوار الحقيقة طويل. مجمع مستورد للبترول، يمكن ذكر أستاذ أحمد هيكل بعض الفوائد البيئية، لكن أنا حابة أن أنا أستعرضها عشان تبقى واصلة بالضبط اللي اتعمل. تم إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصناعي، وبالتالي تم إيقاف الصرف الصناعي على ترعة الإسماعيلية من هذا المجمع. تم استخدام دوائر التبريد المغلقة عشان نعيد استخدام المياه مرة أخرى. الحد من تركيز تاني أكسيد الكبريت في الهواء، والاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بدلا من المازوت. لكن يمكن الجزء اللي مهم جدا اللي محتاجة أن أنا أوجه عناية سيادتكم والمشاهدين لي هو أن احنا عرفنا فعلا ننتج وقود مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية، من خلال أن احنا البنزين والسولار نستخدمه بدلا من المازوت اللي فيه نسبة كبيرة جدا من الكبريت العالي. طب ده بيفيد بإيه؟ أن احنا لما خفضنا نسبة تاني أكسيد الكبريت الناتجة عن حرق الوقود بنسبة 29% وفرنا حوالي 186 ألف طن تستخدم كمواد خام. واللي محتاجة أن أنا أوضحه أن قطاع النقل لو بيسبب 30% من تلوث هواء القاهرة
هو القطاع النقل فيه حتتين يمكن أربطهم باللواء إيهاب قاله، الكثافة المرورية، ولكن حرق وقود ما بيبقاش صديق للبيئة بيسبب كثافة عوادم السيارات. فإحنا هنا بنشتغل على محورين لمجرد أن إحنا نقفل الفجوة بتاع التلوث هواء القاهرة. العوائد المتوقعة من هذا المشروع، سيادة الرئيس حضرتك قلت 10 سنين عشان ابتدينا ان احنا نشتغل على المشروع ده، كان ممكن وقتها نقول احنا هنبنيه ومش مهم البيئة، احنا حاطين الاستثمارات وعايزين نشتغل عليه ونعمل التنمية، لكن ده ما حصلش. كل الاجراءات دي اتعملت، العوائد بتاعتها مش حل مشكلة بيئية او نبص على تحدي واحد، احنا بنتكلم على تحسين نوعية المياه بترعة الإسماعيلية، بنتكلم على تحسين نوعية الهواء لما قللنا تاني أكسيد الكربون، بنتكلم على خفض غازات الاحتباس الحراري لالتزامنا في اتفاقية تغير المناخ، برغم ان مصر ما هياش من الدول اللي سببت هذه الانبعاثات، لكن بننفذ التزاماتنا الوطنية والدولية، وكل ده بندعم الاقتصاد القومي. عشان كده قلت ان التكامل ممكن ان هو يحدث، وهو حدث وتحقق من خلال هذا المشروع، عشان يبقى لدينا اقتصاد أخضر مستدام. يمكن الجزء الثاني تكليفات حضرتك لشركات البترول اللي بتصرف على خليج السويس، مشكلة أزلية كانت بقالها سنوات طويلة، تم التنسيق مع زميلي المهندس طارق الملا وزير البترول بشأن ضرورة تقديم خطط التوافق البيئي أو ما يسمى بالإصحاح البيئي. فعلا بقالنا يمكن فترة طويلة بنقدم الخطط وبيصعب الموافقة عليها، أخيرا تم تقديم الخطط بتاعت شركات إنتاج وتصنيع البترول ل11 موقع والموافقة عليهم في شهر مايو 2020. استثمارات هنا لوحدها لل11 دول 400 مليون دولار، والحقيقة انتهينا فعليا من موقعين تم موافقة على الخطط وتم إنهاء الصرف النهائي له، ونسبة التنفيذ لباقي المواقع 36%، وده في الفترة فقط من مايو لأغسطس 2020، ومتوقع أن احنا ننهي الصرف تماما على خليج السويس لهذه المواقع في منتصف 2021. ده العلاج بتاع مشكلات الماضي. طب ما هو ما نحن مقدمين عليه؟ هو تقييم الأثر البيئي. يمكن الرصد ده مهم جدا، ان نقول ان قطاع البترول تقدم للحصول على موافقات بيئية 1923 موافقة بيئية طلعت في خلال 5 سنوات لقطاع البترول، معناه ان هو واعي وقادر ومحتاج ياخد هذه الموافقات البيئية. لكن المهم ان 188 كانت من الفئة جيم، فئة جيم دي فئة عالية التلوث جدا وشديدة التلوث، ويصعب دايما الحصول على موافقة عليها وتحتاج اشتراطات معينة، ولكن حدث هذا. ومن البعد الوطني للبعد الدولي، حضرتك فخامة الرئيس شرفتنا في افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة في 2018، ومن ضمن الموضوعات كان إدماج التنوع البيولوجي في قطاع البترول. بالنسبة لنا ما كانش مجرد افتتاح، احنا كملنا شغل لمدة 2 سنين وحطينا أسس عشان ننفذ التزاماتنا الدولية، أعدينا أدلة إرشادية لإدماج الأبعاد البيئية ضمن أنشطة الاستكشاف والتعدين، وده كان مهم جدا ان احنا نبدأ هذا الطريق بطريقة صحيحة. أدرجنا الحفاظ على الموارد الطبيعية في قانون الثروة المعدنية الجديد عشان يبقى أساس إطار تشريعي نشتغل عليه، وبدأنا بالفعل تطبيق الاشتراطات البيئية في عمليات الهيئة العامة للثروة المعدنية. أخيرا أحب أقول إن إحنا الحفاظ على البيئة زي ما هو أحد التوجهات الحاكمة لدفع عجلة الاستثمار على مستوى العالم، حضرتك فخامة الرئيس وجهت بده ونفذنا ده، وعايزين يبقى فيه كفاءة لاستخدام الموارد الطبيعية عشان المنتج المصري بتاعنا يبقى فيه تنافسية، وإلا هيفضل المنتج موجود داخل بلدنا. ويمكن عشان احنا حابين نكمل المفهوم بتاع استخدام الموارد الطبيعية ونوحد منهجية العمل اللي اديته النهاردة هو مثال لقطاع البترول، لكن مع زميلتي برضو دكتورة هالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من بضعة شهور
عدينا دليل كامل لإدماج المعايير البيئية في الخطط الاستثمارية، ويمكن ده موضوع مهم جدا، لأن هنا احنا بنتكلم مش على قطاع قطاع، بنتكلم على خطة متكاملة للدولة. زي ما في صفقة أوروبية خضراء، هيبقى في تمويل أخضر لكل خططنا اللي بتقام في كافة المشروعات وكافة القطاعات. هو ده هدف طموح جدا، ان احنا نوصل في خلال 3 سنوات ل100% مشروعات خضراء، مش مشروعات وزارة البيئة لوحدها، احنا بنتكلم على بعد البيئي مدمج في كل القطاعات. ولكن مردود ومين اللي هيشوفه؟ الأجيال اللي جاية، لما المشروعات دي تتنفذ ويبقى مفيش تلوث، ويلاقوا موارد طبيعية يعيشوا عليها هم وولادهم. بشكر حضرتك سيادة الرئيس، وأسفة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع طموح تبنته القيادة السياسية هو مشروع التطوير وتحديد قطاع البترول والغاز، مشروع يتبنى أحدث الأساليب العلمية في مجال التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العنصر البشري، ليصبح قطاع البترول جزءاً أصيلاً من عملية بناء مصر الجديدة ورؤية مصر 2030. نستمع الآن إلى كلمة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، أود أن أتقدم لسيادتكم سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على دعمكم المستمر لقطاع البترول، وخاصة خلال تنفيذ القطاع الاستراتيجية عمل طموحة في تنمية الثروات البترولية والتوسع في البنية الأساسية، ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد الهامة في دعم الاقتصاد القومي ومحرك أساسي لتحقيق خطط الدولة التنموية. ولولا هذا الدعم لما استطعنا أن نستمر في تحقيق النجاحات التي تحققت خلال 6 سنوات الماضية، والتي شهدت إشادة دولية من كافة المتخصصين في هذا المجال. واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أقدم لسيادتكم عرضا توضيحيا عن قطاع التكرير في مصر، ومشروع مصفات المصرية للتكرير وأهميته للاقتصاد القومي. عرضنا النهاردة يا فندم يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأولاني هنتكلم عن قطاع التكرير في مصر، المشروع اللي احنا بصدد افتتاحه النهاردة، وأخيرا أهميته للاقتصاد القومي. لما نتكلم عن قطاع التكرير لازم نتكلم عن الموقف سنة 2013-2014. كانت قدرات مصافي التكرير ومجمعات البترول عندنا لإنتاج البنزين والسولار حوالي 13.5 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك وقتها كان في حدود 20.5-21 مليون طن، علما بأنه الاستهلاك الكلي كان وإن من إنتاج المصافي في حدود 27 مليون طن، وده بيتم من خلال 10 مصافي تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية من خلال 4 مناطق الجغرافية الرئيسية. لما نتكلم عن التحديات وقتها، أهم حاجة أن هذه المصافي كانت متقدمة، ومعظم إنتاجها من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة زي المازوت. انخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع التكرير أكيد، لأن موردنا مستنزفة في الدعم، دعم المحروقات. الإنتاج ما بيلبيش الاستهلاك المحلي، وبالتالي نستورد أكتر من 12 مليون طن سنوياً. طيب احنا تبنينا وقتها استراتيجية علشان خاطر نزود طاقة التكرير، نطور ونرفع كفاءة المصافي الموجودة، نضيف عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، نغطي السوق المحلي من المنتجات الرئيسية وأكيد البنزين والسولار، زيادة كميات الزيت المكررة على حساب استيراد المنتجات البترولية، وأخيرا علشان نقدر نوفي كل ده لازم بالتوازي لازم نقوم بتطوير بنيتنا الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية.
كل ده هيتم ازاي؟ من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات. احنا هنتكلم فقط على اهم المشروعات التي تم تشغيلها في الفترة اللي فاتت فيما يخص التكرير. مشروع توسعات الاسكندرية للتكرير اللي حضرتك شرفتنا الشهر الماضي بافتتاحه، مصفات التكرير المصرية للتكرير اللي النهاردة بصدد افتتاحه، المشروعين دول يضيفوا لنا 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية الرئيسية، ونحن هنا نتحدث عن البنزين والسولار ووقود الطائرات، بخلاف طبعا منتجات أخرى بحوالي 1.1 مليون طن. هذه المشروعات تكلفت 74 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك توجد مشروعات أخرى جاري تنفيذها زي مجمع إنتاج البنزين في أسيوط، وإن شاء الله يتم تشغيله قبل نهاية هذا العام، توسعات شركة ميدور بالأسكندرية، وأخيرا مجمع إنتاج السولار بالشركة الوطنية بأسيوط. هذه المشروعات ستضيف قدرات إنتاجية حوالي 4.9 مليون طن من البنزين والسولار ووقود الطائرات أيضا، بخلاف مجموعة أخرى من المنتجات باستثمارات تبلغ 91 مليار جنيه. وتلك بعض اللقطات عن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا. بمجموع المشروعات الخاصة بالتكرير خلال تلك الفترة 5 مشروعات رئيسية بالإضافة لعدة مشروعات صغيرة أخرى، ولكن دول أهمهم، أضافوا لنا 9.2 مليون طن. 9.2 مليون طن للبنزين والسولار ووقود الطائرات دول يمثلوا حوالي 70% من الكميات اللي بدأنا فيها لما قلنا 13.5 مليون طن سنة 13-14. مجموع هذه المشروعات تكلف استثمارات 165 مليار جنيه. زي ما قلنا كان محتاجين ان احنا في تلك الاثناء ايضا بالتوازي يتم تطوير بنيتنا الاساسيه علشان تقدر تتداول وتنقل وتخزن وتشحن هذه المنتجات، وبالتالي استطعنا ان احنا نزود طاقات لاستيعاب المواني عندنا، مواني البتروليه، بحوالي 180% زياده طاقات خطوط المنتجات اللي هي الشرايين اللي بتربط مصافي التكرير بمستودعات التوزيع بحوالي 50%، طاقات التخزين كان دايما عندنا اختناقات في التخزين زودنا بنسبة 32%، اسطول النقل اللي بينقل من المستودعات لمنافذ البيع ومنافذ التسويق المحطات 30%، واخيرا منافذ البيع اللي هي محطات التموين زودناها ب 26%. استثماراتها كام؟ 48 مليار جنيه. دي بعض لقطات لأهم المشروعات اللي تم تطويرها فيما يخص البنية الأساسية. لما نتكلم على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، يبقى في إطار هذا المشروع الذي تم اعتماده في 2018 اضطرينا ان احنا نقف ونشوف موقف ونحدث موقف استراتيجية التكرير وحتى سنة 40، واستعنا باستشاري وبيت خبرة عالمي بوستون كونسلتنج جروب، وكان اهداف الاستراتيجية ان احنا نتأكد من ان احنا بنتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة التكرير، وخصوصا مع التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة زي العربيات الكهربائية وتأثيره على التكرير، وبالتالي لازم كنا نتأكد من مواكبة التغيرات الدولية. تاني حاجة ان احنا نؤكد على تطبيق احدث التقنيات في مجال التحول الرقمي. ثالثا تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال التكرير. واخيرا تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات ومع استراتيجية القطاع لتحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. وبهذه المناسبة اتوجه لسيادتكم سيادة الرئيس بالتهنئة بمناسبة التوقيع على ميثاق تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع الماضي بمبادرة من فخاماتكم في القمة الثلاثية في كريت في 2018، وفي أقل من سنتين الحمد لله تأسس هذا المنتدى كمنتدى حكومي دولي، وإن شاء الله مقره القاهرة.
ودي احد الخطوات الهامه لتحويل مصر لمركز اقليمي لتجاره وتداول البترول والغاز والطاقه بصفه عامه. ايه اهم نتائج الاستراتيجيه؟ المخرجات كانت انه بتؤكد على اهميه تعظيم التكامل في تشغيل المصافي في المناطق الجغرافيه الرئيسيه بتاعتنا اللي هم الاربع مناطق الجغرافيه لتحسين الاداء والاقتصاديات الكليه لعمليات التكرير. ثانيا تاكيد قدره مجموعه المشروعات اللي احنا عرضناها دلوقتي على تلبيه الطلب المحلي من المنتجات البتروليه وحتى سنه 30، واذا كان في زياده محتمله في الاستهلاك بعد سنه 30 فانه المشروعات دي ممكن ان بالتوسعات فيها مع بعض اضافات بمشروعات محدوده نوفي الاحتياج وسنه 40. معنى كده ان احنا ماشيين في الطريق المظبوط، وده نترجمه لخريطه الطريق. لما نبص في 2016 كنا بنستورد 10 مليون طن في السنه بنزين وسولار، كلفونا كام؟ حوالي 4.5 مليار دولار. النهارده على نهايه هذا العام ان شاء الله ستكون الكميات دي في حدود 3.5 مليون طن فقط. ازاي ده حصل؟ حصل من خلال اجراءات اقامه بعض المشروعات وبعض اجراءات اتخذتها الدوله. المشروعات اللي تم افتتاحها زي مشروع توسعات اسكندريه، المصفاه النهارده بتاعت شركه المصريه للتكرير، ترشيد الاستهلاك مع الاصلاح الاقتصادي في 2016 مما استتبعه تصحيح التسعير لمنظومة الوقود أدى إلى وفر في استهلاك الوقود. ثانيا تغيير مزيج الطاقة، وهنا بنتكلم عن تغيير مزيج الطاقة والوقود، وبنتكلم هنا بصفة خاصة عن الكهرباء. كانت الكهرباء بتاخد مننا وقود سائل إذا كان مازوت أو سولار، ولكن الحمد لله مع الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حولنا كل محطات الكهرباء اللي عمل بغاز طبيعي، ومن هنا وفرنا في هذا البند مش المازوت، احنا هنا بنتكلم عن البنزين والسولار، وفرنا حوالي 500,000 طن من استهلاك السولار كان بيقدم لمحطات الكهرباء. كمان في نفس الوقت في الفتره دي زودنا من كفاءه المصافي بتاعتنا القائمه، حسنا فيها وطورناها عشان تدينا قدرات. انا مش هتوقف طبعا عند جائحه كورونا، ده ظرف استثنائي، وبالتالي استراتيجيتنا مبنيه على الاستهلاك النمطي الطبيعي. لو كملنا خريطة الطريق وحتى وصلنا لعام 23 لوصول للاكتفاء الذاتي إن شاء الله، ماذا سيحدث في 3 سنين قادمة بإذن الله؟ سنستكمل المشروعات التي تم عرضها، شركة أسيوط للبترول، توسعات شركة دور بالأسكندرية، ومجمع أسيوط بالشركة الوطنية، هيزيدوا 3 شركات دول في حدود 4 مليون طن من البنزين ومن السولار. ترشيد الاستهلاك، تالي سيادة اللواء إيهاب الفار عرض علينا المنظومة اللي حصل في المشروع القومي للطرق، المشروع اللي حضرتك تبنيته من عدة سنوات لإضافة أطوال جديدة وطرق جديدة إقليمية وداخل المدن وبتفك الاختناقات، ده ليها تأثير مباشر في خفض الاستهلاك. وانا مش بس هتكلم عن الطرق الرئيسيه بل ايضا داخل العاصمه، يمكن النهارده اتكلمنا على شرق القاهره، وانا النهارده اقدر ادي هذا المثال لانه احنا عشان نيجي مستورد من عندنا في الوزاره في مدينه نصر كنا بناخد في الرحله حوالي ساعه وربع، ساعات ساعه ونص، النهارده بنيجي بالكتير في 30 دقيقه. وفر تقصير زمن الرحله بيوفر في استهلاك الوقود. مش بس كده، مع المشروع القومي لتطوير السكة الحديد والنقل الجماعي زي مترو الأنفاق والمونوريل وغيره من وسائل المواصلات الحديثة المتطورة بتساعد على استخدام المواطنين لهذه المواصلات وبتقلل من استخدام المركبات الشخصية وبالتالي بتحسن من استهلاك الوقود التقليدي بتاعنا اللي هو البنزين أو السولار، والاستمرار والتوسع في تحويل السيارات العمل بالغاز الطبيعي. كل هذه العوامل هتوصلنا إن شاء الله للاكتفاء الذاتي في سنة 23.
هذا الرسم البياني يعبر عن اللي أنا قلته بالضبط دلوقتي. إحنا في سنة 2016 استهلاكنا من البنزين كان في حدود 7.5 مليون طن، ولو كان استمر بنفس المعدلات الاستهلاك السابقة سنويا اللي هو في حدود 7% كنا وصلنا ل 12 مليون طن استهلاك في سنة 23، ولكن ومعدلات الإنتاج في حدود 4.5 مليون طن وتستمر هكذا في هذه الفترة. يبلغ إمالي العجز تراكمي من 2016 لحتى 2023 في حدود 39 مليون طن، مع إطلاق الإصلاح الاقتصادي وتصحيح التسعير اعتبارا من 2016 وجدنا أن الاستهلاك البنزين ابتدى ينخفض وحتى سنة 20 ومستمر في التوقعات اللي على هذا النمط بحيث أنه ينخفض إلى 7 مليون طن فقط. ومن هنا هذا البند فقط يعمل لنا توفير للاستهلاك المتوقع في حدود 20 مليون طن، بمعنى 185 مليار جنيه. يبقى جزء خاص بتصحيح التسعير والجزء الثاني خاص بشبكة الطرق وتحسين وسائل النقل والمواصلات، الاثنين دول مع بعض هيدوني هذا الوفر في خلال تلك الفترة إن شاء الله. دي كانت موارد هتتصرف لو ما كانتش هذه الإجراءات اتخذت. هنسد بالفجوة على سنة 23 بالمشروعات، ده الخط الأزرق، دي المشروعات اللي احنا عملناها وجاري تنفيذها إن شاء الله. الرسم البياني الثاني بيتكلم عن نفس الموضوع بالنسبة للسولار. 2016 الاستهلاك بتاعنا كان في حدود 14.5 مليون طن، لو استمرنا بنفس المعدلات اللي هي الزيادة السنوية حوالي 4% كان وصلنا لحوالي 20 مليون طن من الاستهلاك من السولار سنويا. انتاجنا واقف عند 7.5 مليون طن بدون مشروعات، تبقى الفجوة 84 مليون طن خلال تلك الفترة تراكمي. مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتصحيح التسعير وتنويع مزيج الوقود بالنسبة للسولار بصفة خاصة ينخفض الاستهلاك ولكي يصل لحدود 12-13 مليون طن في خلال تلك الفترة، وبالتالي يحصل وفر في حدود 27 مليون طن أي حوالي 200-300 مليون دولار مليار جنيه. يبقى دي إجراءات بتتم نتيجة تصحيح التسعير وتغيير نمط ومزيج الوقود. الخط الأزرق بيبين لنا المشروعات اللي هتتم علشان تقفل الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج على سنة 23 إن شاء الله. الجزء الثاني من العرض هو يخص المشروع نفسه. ممكن هيكل المساهمين عندنا 66% الشركة العربية و33% هيئة البترول. منطقة مستورد بيتواجد فيها هذا المشروع العملاق. وليه بنقول منطقة مستورد؟ هي منطقة مستورد الجغرافية البترولية، هي فيها اثنين مجمع تكرير كبار اللي هو شركة القاهرة اللي تم تشغيله سنة 69 واللي بناء عليه بناخد مادة التغذية ونديها لشركة المصرية التكرير. يبقى في عندنا اثنين مجمع لتكرير البترول بالإضافة إلى خمسة شركات توزيع وتسويق رئيسية. والحقيقة إنه إحنا يمكن اتكلمنا لما كنا في اسكندرية إن منطقة اسكندرية البترولية بتعمل حوالي 45% من طاقات التكرير، هنا هو إحنا في منطقة مستورد بتعمل حوالي 22% من طاقات التكرير لمصر. لما ناخد السكتش عن المجمع المصرية للتكرير هنتكلم على إنه الجزء الأصفر ده شركة القاهرة بتغذي المصرية من خلال الخطوط بمادة التغذية اللي هي المازوت، وبيدخل على الشركة المصرية للتكرير 8 وحدات رئيسية لعمليات التصنيع. وأنا حبيت هنا أعمل رسم سكتش بسيط يوضح العملية اللي بتتم. برميل البترول بيدخل على شركة القاهرة تكرير البترول، بيطلع لنا 60% منه مازوت و40% فقط من المنتجات عالية القيمة زي السولار والنفتة، نفتة اللي هي المادة الخام للبنزين والبوتاجاز. هناخد المازوت ندخله على عمليات تحويلية إضافية أخرى في الشركة المصرية للتكرير اللي هتطلع لنا 80% منتجات عالية القيمة
بنزين وسولار وبوتاجاز، وبالتالي هيخرج 85% منتجات عالية القيمة. يبقى البرميل اللي ابتدينا بيه العملية خرج ب 85% منتجات عالية القيمة وعالية الجودة، ومن هنا بتظهر أهمية القيمة المضافة في هذا المشروع. يتم بعد كده تسليمه لشركة أنابيب البترول وتوزيعه لشركات التسويق اللي بتوزعه في السوق المحلي للاستهلاك المحلي أو الصناعي أو التصدير. المصرية للتكرير يعتبر أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر وإفريقيا، كما أنه قائم على أحدث أنواع التكنولوجيا، مثال للشراكة بين الدولة ممثلة في هيئة البترول والقطاع الخاص. هيئة البترول بتوفر المادة الخام من خلال شركة قاهرة التكرير وهي المازوت، وكذلك تقوم بشراء المنتجات اللي طالعة منه. يتبع المشروع أحدث نظم إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية، كما أنه صمم ليتوافق مع أعلى المعايير البيئية المحلية والعالمية الخاصة بنسب الانبعاثات والصرف الصناعي. ساهم المشروع أيضا في تطبيق تحسينات بيئية وتشغيل بشركات القطاع المجاورة، لأن احنا انتهزنا هذه الفرصة أن احنا نحسن كل المنطقة الجغرافية بحيث أنها أيضا تتوافق بيئيا، ويمكن معالي الوزيرة أكدت على هذا. توفير منتجات طبق المواصفات العالمية يورو 5. هذا المشروع بيقلل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك. تكلفة المشروع 70 مليار جنيه أو 4.3 مليار دولار. طاقات الانتاج 4.7 مليون طن، منهم 3.5 مليون طن اللي احنا دايما بنتكلم عليهم اللي هي المنتجات الرئيسية بنزين وسولار وقود طائرات. الحقيقة الجدول الزمني يمكن احنا بنقول يمكن 15 سنة، كان يمكن 7-8 سنين الأولانيين كان فترة تحديات مر بها المشروع، ولكن المقاول العام استلم الموقع في 2014. بدأنا تجارب التشغيل في 2019 في الربع الأخير، وتم الاستلام الابتدائي المشروع في الربع الأول حينما تطابقت مواصفات المنتج والمواصفات المطلوبة منه. الشركات المنفذة شركات عالمية كمقاول عام، ولكن تم الاستعانة بكلها شركات وطنية، وده بيساعد على نقل الخبرة وثقلها، وكذلك التشغيل والصيانة من خلال شركات أيضا مصرية وطنية. الجزء الأخير هو أهمية المشروع الاقتصاد القومي، تأمين توفر منتجات من خلال الانتاج المحلي، زيادة انتاج السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 15%، كما أنه بيخفض استيرادنا من السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 20%، توفير فرص عمل كثيرة. المردود الاقتصادي هنوفر 1.6 مليار جنيه من أعباء استيراد بخلاف القيمة المضافة 4.8 من المازوت، يدوني إجمالي عام 6.4 مليار جنيه سنويا. في النهاية اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البترول على جهودهم ليستمر القطاع بدوره كركيزة أساسية للاقتصاد القومي، كما أود أن أتوجه لسيادتكم سيادة الرئيس بجزيل الشكر على تشريفكم بزيارة اليوم والتفضل بافتتاح هذا المشروع الذي من شأنه دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين. شكرا يا فندم. استأذنك في دقيقة لو سمحت بعد إذنك. يعني أنا خليني أشكر المهندس طارق وزير البترول وأهني مصر على هذا الافتتاح العظيم، وهنا أوجه تحية خاصة للدكتور أحمد هيكل وأقول له إحنا سعداء جدا بهذا المشروع وسعداء بالمشاركة، وبنقول من خلالكم كقطاع خاص لكل المستثمرين لكل القطاع المصري أو القطاع الخاص المصري الشريف، نحن ندعمكم وسعداء بمشاركتكم وبمساهمتكم
في بناء الدولة المصرية، وإحنا مستعدين دائما، وأنا الكلام ده قلته كثيرا في افتتاحات كثيرة، إن إحنا يعني بنشجعكم، بنقول لكم تعالوا معنا، سواء كنتوا بمفردكم أو مع الدولة، إحنا مستعدين. يعني أولا إحنا بنحترم كدولة التزاماتنا مع القطاع الخاص ورجاله، دول مصريين ومصريين شرفاء، وإحنا بنحترمهم وإحنا محتاجينهم، الدولة المصرية محتاجة، نعم محتاجينهم، نعم نعم محتاجينكم إن أنتم تشاركوا معانا مع الدولة في بناء اقتصادها والمشاركة في المشروعات الكبيرة زي كده. تفضل دكتور أحمد، تفضل. فخليني أوجه الشكر مرة تانية للدكتور أحمد هيكل ولشركة القلعة، وأهنيهم على هذا الافتتاح، وأقول هذا لا يكفي خالص، عايزين مزيد من المشروعات عشان نشغل الناس وعشان ندي أمل للمصريين بأن بلدهم بتتحسن وبتتغير. دي نقطة. النقطة التانية، أنا عارف أن أنتم لكم مساهمة في الـ يعني النشاط المجتمعي والدعم المجتمعي، لكن أنا عايز أقولك للوزير البترول، أنت عندك كيان في سبع تمن كيانات موجودين هنا في مسطول من الستينات، كنت أتمنى أن خلال الفترة دي من الستينات للنهاردة كان ده ينعكس على شكل المجتمع في مسترد، شكل المجتمع في مسترد يتغير من خلال ايه؟ خطة متكاملة. انا موجود هنا وزي ما انتم موجودين دلوقتي وحطيتوا مساهمة، انا عارف الرقم اللي انتم حطيتوه من شركة القلعة او من المشروع ده لصالح تطوير المجتمع هنا، ودبن في الكلام اللي انتم اللي بيتعمل على انا اسف الترعه مش كده، وعلى المحاور وعلى التطوير اللي بيتم دلوقتي. مش هطمع فيكم، مش هطمع، لكن هطمع في المشروع ككل او بالتواجد اللي موجود في مسترد انه يغير ما امكن من حياه الناس اللي موجودين. واحنا يا دكتور مصطفى نبقى مع بعض مستعدين نعمل ده، خلي حضرتك مستريح، نعمل ده ونقول ان احنا لحياة الناس في مسترد هنا اللي موجودة، مش على قد المحور اللي احنا بنفتتحه يا إيهاب او اللي احنا عايزين نعمله عشان الناس تقدر تتحرك بسهولة على المحور ده، لا قولوا رقم، مش بس شركة القلعة، لا قولوا رقم يا طارق انك انتم هتدخوه سنويا، نحطه مع رقم نحطه من الدولة يا دكتور مصطفى. كام يا دكتور احمد؟ مش بحرجك، لا مش بحرجك سيادة الرئيس، احنا المشاركة المجتمعية بنعملها 3 مليون دولار سنويا، 30 مليون؟ 3 مليون دولار سنويا. طيب نوعد حضرتك اول ما ظروف كورونا تخلص ان شاء الله، ان شاء الله الرقم ده. طيب انا عايز اقول ده، انا متشكر طبعا على الرقم ده، وده يعني حوالي 50 مليون جنيه تقريبا، ده رقم مش بسيط، ولكن لو كمان فضل استريح لو سمحت، لو كمان للوزير البترول يبقى في رقم من التجمعات الخمسة ستة اللي موجودين مع الرقم ده، يبقى كام؟ 50 زيهم برضه. 50 يا ايه الكلام دوت؟ ده انت حاجة صعبة جدا بقى، انت بتقول لي عملنا خيمة مضافة مش عارف بكام ووفرنا، وقت تيجي في الاخر تقول لي انا هديك، لا تؤمر يا سيادة الرئيس. حاضر. انا كان احنا عايزين هنعمل، واحنا قاعدين دلوقتي كده بنقول للناس بتوع مسترد احنا هنضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنين، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طب كم منكم من وزارة البترول وكم من الدولة عشان هنبني مساكن ونعمل احلال في مساكن صعبة جدا وفي مناطق صعبة جدا، ما ينفعش ان احنا نسيبها كده، مش كده؟ طيب انا شايف في اراضي موجوده هنا فاضيه، كانت في الصوره دكتور مصطفى، بتاعت مين؟ بتاعت اهالي نشتري، لو بتاعت اهالي افندم الدوله يا فندم، في جهات من الدوله والبعض الاراضي اللي تخص الجامعات، وبالتالي هي كلها جهات تابعه للدوله، احنا ان شاء الله يعني بنحط دلوقتي تخطيط لتطوير كل هذه المنطقة، هدفه زي ما حضرتك وجهت
نعمل مجتمع متكامل، عمارات سكنية بخدماتهم، المدارس، المستشفيات، على غرار اللي اتعمل في الأسمرات وبشائر الخير، عشان نستفيد بهذا التجمع في تحسين الصورة يعني العامة في المنطقة، نفتح محاور طرق، نغير الوجه الحضاري للمنطقة بالكامل زي ما اتعمل في بقية المناطق على مستوى الجمهورية. أنا بس عايز أقول للناس اللي بتسمعنا، مش تغيير الوجه الحضاري الهدف منه إن إحنا نعمل شكل حلو، إحنا بنغير حياة الناس. حياة الناس. بنغير حياة الناس، بنوجد لهم فرص عمل بأمكن. فلو كان الرقم ده اللي أنتوا يا دكتور مصطفى مع وزارة البترول لمستورد المليار جنيه هيبقى كفاية، يبقى ننطلق إن شاء الله. فورا. الأراضي اللي تبع يعني الدولة من فضلكم إحنا محتاجينها عشان خطر الناس. والكلام ده اسمح لي دكتور مصطفى أقوله بالفرصة دي، إحنا في خطة للدولة بتعملها دلوقت هنعلنها قريبا إن شاء الله، لصالح الأراضي اللي موجودة داخل العواصم المحافظات، أدي واحد، ثم داخل المراكز الرئيسية لهذه المحافظات، أدي اتنين، اللي هو في الآخر بقول إيه، النمو الرأسي بدل ما بنقول إن إحنا زيادتنا السكانية بالطريقة دي خلال العشر سنين اللي جايين هيبقوا محتاجين لهم سكن، نضطر بالإضافة للمدن الجديدة اللي بنعملها نضطر إن إحنا نسحف على الأراضي الزراعية تاني، لا، خلونا في محافظة زي محافظة الغربية طنطا، خلونا نتكلم على القليوبية، خلونا نتكلم على البحيرة، خلينا نتكلم على أسيوط، جوه المحافظة نفسها الأراضي اللي تابعة للدولة بتاعت شركات قطاع أعمال، بتاعت أي أراضي خاصة بالمحافظات، هنخش عليها ونبني للناس ونوفر لهم سكن عشان النمو وعشان الإحلال. طب ممكن الكلام ده يوصل لكام؟ 500-600 ألف شقة في السنة هنعمله، مش كده يا دكتور مصطفى؟ انا بس احنا بنوعد الناس ان شاء الله يفهم. نوعد الناس. اتفضل استريح. فدي النقطه الاولانيه، خلاص احنا يبقى مش 50 بقى يا طارق يعني، معلش. طيب النقطه الثانيه، انا انتوا اتكلمتوا عن كورونا كتير كده مرور الكرام، وانا بقول للمصريين من فضلكم، انا كان في اتصال امبارح مع يعني الدكتور عوض فيما يخص الكورونا وبطمن والحكايه، وبقول أول حاجة لازم تكونوا متأكدين منها ليكم وللدنيا كلها، نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية كاملة ومصداقية كاملة، احنا ده ما فيش مجال للعبس في مثل هذه الأمور، لا، اللي بيحصل بنقوله. طب انتوا شايفينه انه يعني الدنيا كلها متتغيرة، وعدد كبير جدا في دول من غير ما نذكر أسماء العدد بيصل لألافات تاني، ما دي الموجة التانية المحتملة اللي انا بقى نفسي من خلال الكلمه اللي بنقولها دلوقتي ننتبه كدوله وننتبه كمواطنين ان احنا نحافظ على ما حققناه، احنا عملنا نجاح وكنا بنتمنى نصل للصفر ما وصلناش، لكن على الاقل خلاص احنا دخلنا على الشتاء تاني اهو، فلو احنا ما خدناش بالنا هنواجه مشكله كبيره، فنخلي بالنا من فضلكم ونحافظ على الإجراءات والاحترازية اللي احنا بنقول عليها والاحتياطيات اللي احنا بنأكد عليها، والإعلام من فضلكم ساعدونا في ان احنا نستمر في ده. طب العدد يعني انتوا مستكترين علينا ان ربنا يسترها معنا في كورونا، يعني بيحسدونا يعني على حاجة صعبة، والله حاجة صعبة، يعني الدنيا كلها بيقولك ايه يعني، طب ليه مصر كده؟ مصر كده عشان ناسها طيبين، ناسها مش بتاعت أذى وضرر وتخريب وتدمير في الدول عشان هما يعيشوا، لا، احنا بنحرم نفسنا من اللقمة عشان نبني بلدنا وشعبنا مستحمل كده، فيبقى برضو ربنا بيساعدنا في ان، بس برضو ما ترموش الموضوع كله على كده، احنا كمان كمواطنين من فضلكم، وللست المصرية انا بتكلم بقى برضو، من فضلك استمري في الحفاظ على الاجراءات اللي بنعملها لاولادنا وبناتنا الاطفال والكبار وكده، عشان العدد اللي احنا فيه ده ان ما كانش يقل فما يزيدش. وبقول تاني، في دول اكثر تقدما بكتير وانتم شايفين في اوروبا النهاردة بنتكلم على 5000 حالة و10000 حالة تاني بعد كل الإجراءات اللي اتعملت،
طب احنا ممكن لو ما خدناش بالنا نتضر؟ طبعا طبعا. العمليه مش العمليه هي عباره عن التزام بمعايير تم الاعلان عنها وتم الترويج لها خلال الشهور اللي فاتت. من فضلكم نخلي بالنا ان ما تحقق من نجاح في هذا الموضوع نستمر عليه، نستمر عليه بان احنا عشان احنا قادرين نتعامل معاه في العدد اللي موجود ده. وحتى لما كانت الامور وصلت لاكتر من كده ربنا كان موفقنا. وبرضه انا كنت قلت امبارح وبقول للدكتور مصطفى وسيدة وزيرة الصحة، فلنراجع تاني مستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الحميات اذا كانت محتاجة اي حاجة نجهز نفسنا من دلوقتي لا قدر الله لأي تطور. يعني مرة تانية انا بوجه لكم الشكر، بوجه الشكر لوزارة البترول والعاملين عليها، العاملين في الشركة والوزارة والقائمين على المشروع دوت والمشاريع الاخرى. وان شاء الله نفتتح خلال الشهور القليلة القادمة باقي المشروعات اللي اعلن عنها في اسيوط وفي ده، عشان الفكرة من ان احنا يبقى عندنا اكتفاء ذاتي 2023. كنت اتمنى يكون قبل كده، قبل كده ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي في حاجتنا للبترول. عشان كده ما فيش يعني المشاكل الاختناقات اللي كانت موجودة تراجعت، ما تراجعتش بالصدفة ولا ايه؟ ما تراجعتش بالصدفة، ده تراجعت نتيجة تخطيط وإجراءات عملية اتكلفت مليارات. يعني أنا ممكن أقول الرقم بتاع البترول بما فيه استثمارات قطاع البترول أكتر من تريليون، تريليون ومتين يا فندم. صحيح مظبوط. أنت كل الناس هتسمع تقول لك أنت قاعد تتكلم في كل قطاع بيكلف تريليون. آه طبعا، دولة زي مصر فيها 100 مليون. آه طبعا، قطاع البترول يتكلف تريليون وشوية. آه، الكهرباء تريليون وشوية. آه، النقل تريليون وشوية. آه الله، هو كله كده. أمال هو كده؟ طبعا. ده بقوله ليه برضو تاني عشان أختم بيها كلامي، لأن هم بقى أنتم عايزين تبقوا أوبك الغاز في المنطقة، مش كده؟ انتبهوا، يعني مصر عايزة تبقى منظمة الغاز في المنطقة. لا بقى، احنا مش هنسيبكم، وكل اللي نقدر نعمله عليه مش هم يعني، لكن ربنا موجود ان شاء الله. انا بشكرك طارق مره تانية، وبشكر دوله الرئيس وبشكر الحكومه، ونستمر ان شاء الله في جهدنا وموفقين دائما. شكرا جزيلا. شكرا. هل يا سياده الرئيس ان اقدم لسيادتكم تذكارا عبارة عن نموذج لبرج تقطير بمناسبة افتتاح اليوم. نستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية للمشروع. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس تحية لحضراتكم.